ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم. أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته خنقا السبت وسط منزل يقطنه بحي الديزة بمدينة مارتيلين وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجانية الذي غادر أسوار السجن حديثا عرض زوجته لعنف جسدي، كما عمد إلى لف حزام حول عنقها وخنقها تاركا إياها جثة هامدة قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة. وجرى توجيه جثمان المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية للوفاة، كما حررت مذكرة بحث في حق المتهم المعني من أجل توقيفه وتقديمه إلى العدالة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.